بسم الله الرحمن الرحيم، وبين نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أعزائي طلبة الصف الثالث الثانوي، إن شاء الله نكمل مع بعض النهارده حل جزء من كتاب المراجعة المثالية المعاصر. نبدأ على طول عشان ما نضيعش وقت، نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. صفحة 177، بديل بالقطع المجمعة اللي على المنهج. لفاكانسس الأجازة على منتن في الجبل. جوموبيل أنا اسمي ماركو، عندي 17 سنة، بور موا بالنسبة لي لمنتن الجبال سي إيه لي فاكانس إنها أجازة الصيف. أوريت أون فامي في الأسرة. مو أنا مي برانتس، والدي وأخويا نيكولا وأختي الصغيرة دينا بينسر وكلبنا بالتأكيد جوكي. سيل جي ايم، انا احب على منتن في الجبل. سيل ابيوتي، جمال المنظر الى سلونس والصمت دي ديرا دون والتنزه. و مومبير ابي بريفير، يفضل الاسبور الرياضات العنيفة، الاسكلات التسلق وركوب الزوارق والتزلق. مامير امي ادوري تعشق لا لو كمبنج المعسكر الى دون برمناد والتنزه. من دون لفاكونس اثناء الاجازه نو برنو، نحن ناخذ وقتنا دي نيري بوسير، نتنفس اي دي بريسير، ونستفيد من الهواء المنعش في منتان في الجبل. ماركو يحب عمل رافتنج جويي دي بساج، الاستمتاع بالمناظر. نيكولا ودينا يكونوا فوازين العم كمراد كوزين فرير وسير في زورير وسير الاخراني اخو اخت. جوكي ايه لون امي، يكون اسم قط ولا حصان ولا كلب، ناخد كلب التالت. لوبيردو مارك، ابو مارك رياضة عنيفة، يكون مع الرياضة العنيفة، هو بيحب الرياضة العنيفة، بناخده الاولى. دبري حسب لو ديكومول، وثيقة لفامي الأسرة، بصيلي فاكانس تقضي الأجازة على منتن في الجبل الأولاني. إيمي فير دي برومناد، يحب أن يعمل نزهة. قال لك الأب ولا الأخ ولا الأم؟ قال لك الأم. نقرا القطعة التانية. كادو بور أن أنيفرسير، هدية لعيد الميلاد. لوك بيقول بونجور إيميليا، صباح الخير يا إيليا. جي فودري، أنا أريد أفرير تقديم هدية أمام مدام ليمون، إلى السيدة ليمون بور لي سون أنيفرسير، عيد ميلادها سيتا دي هذا يعني أو يناسبك. إليزا قالت له مدام ليمون، وي نعم هي فاءت ستكون مسرورة. ماشي. الله فوق اني انت تعرفي فيلاك، اني انت تعرفيها جيدا. كسك اللوي جي لوي، ماذا لوي في اقدم لها، ماذا يسعدها؟ فوترا في حسب رايك. قالت له جي سوي جي سيكو، اعرف انها تهتم كثيرا بلاشين الصين. الياء هو اللي ذابت هناك بالزرف ومرات عديده. اللي هي دور هي تعشق لموزيك كلاسيك، الموسيقى الكلاسيكيه. قال لها فو سافي سي، انت تعرفين اذا هي تذهب الى كونسرت حفله غنائيه؟ قالت له لا جيني سيبا، انا لا اعرف، لكن فو بوفي لينفيتير، تستطيع دعوتها او ريسترو الى مطعم صيني وسماع ارتست، فنانين يعزفون الموسيقى الصينيه تراديسيونال اللي هي الشعبيه. فوالا ان اكسلونت، دي انها فكره جيده. جي فيل وي بروبوز، سأقدم لها أو سأقترح عليها عن دينار عشاء لابا هناك. نشوف اللي جاي. مدام لبو تعشق الموسيقى الكلاسيكية، إليني ها تقترح على لوك الذهاب إلى مطعم إيطالي، مطعم فرنساوي، مطعم صيني، مطعم صيني. مدام ليمون فا فتير، ستحتفل بزواجها بنجاحها بعيد ميلادها، بعيد ميلادها. إليني أو إليا، مدام ليمون تعرف جيدا، تعرف جيدا مدام ليمون، يبقى خدنا الأولى. لوك
ديالوج افيك اليني، بعمل حوار مع اليني اوسو جي بخصوص حفلة ولا هدية؟ بخصوص هدية، بخدنا رقم سي. مدام ليمون ذهبت الى الصين مرة شهر، مرتين بريزيرف ومرات عديدة، نقضوا مرات عديدة. نقرا القطعة التالتة. لومتان في الصباح دي ميسيو ديان، صباح السيد دانيال. سي لومتان نص صباح دانيال سيلفيا ستيكستو مبكرا. دابور اولا الفي هو يعمل سي تواليت حمام، ده اللي صال دوبان في الحمام. السي بروسي يغسل الاسنان، اي سي لافي لي فيساج ويغسل الوجه. ابري بعد ذلك السابلي هو يلبس ويضع عن بنطلون نوار اسود، اي امبول وبلوفر جون اصفر، ان مانتو معطف جري رمادي، دي شوست احذيه بلونش بيضاء، دي شوزرس نوار مارون جزم بنيه. ان سويت بعد ذلك ال سي كوفي هو بيقص بيقص اي برفان ويتعطر او يحط عطر بوي. ثم البريند ثم تيدي جيني ياخذ فطاره. البواي يشرب دو كافيه نوار، يشرب قهوه ساده. المونج وياكل انترترانت دي كونفاتير مربى انفان في في النهايه. البريند دي في سيل ياخذ الحقيبه نوار السوداء ويذهب اوترا فاي الى العمل. مسيو دانيال بريندر توجور ياخذ دائما المترو بور الليير وسونترا فاي لكي يذهب الى عمله. يلا بينا. مسيو دانيال فا توجور يذهب دائما الى عمله في الاتوبيس، في تاكسي ولا في المترو؟ قالك في المترو اللي هي رقم سي. هذا النص يقدم نقط دي مسيو دانيال لا جورني النهار. هو قال ماتيني الصباح، هو قال ايه بالظبط؟ لا متان، هو قالك في النهايه ويغسل حقيبته ويذهب الى عمله، يبقى خدنا لا متان مش النهار كله، خدنا فتره الصباح بس. مسيو دانيال ان يحب ان يشرب كافيه نوار قهوه ساده. مسيو دانيال سي كوفير يعني بيقص او بيحلق. افان دي بروسير قبل ان يغسل سنانه، قبل ان يعمل تواليت، قبل سي لافي ان يستحم، قبل ان ياخذ الفطار. قبل ان ياخذ الفطار. يكون واحد من ملابس المفضله لمسيو دانيال البنطلون الاسود. مسيو دانيال بريفير يفضل ان ياكل طارتين دوميل، عسل، شريحة عسل، شريحة زبد، شريحة مربى. حط على الشريحة مربى. نشوف القطعة رقم 4. تبريفير كلوك انت تفضل اي منظر؟ جومابيل انا اسمي جاك، عندي 30 سنة، انا البس قميص مخطط وبنطلون اسود، البس شوزرس احذية لاكيت برباط. تحت منه جومابيل جان، انا اسمي جان، انا عندي 17 سنة، انا البس لونيت جروند نظارة كبيرة، البس دو تيشيرت تيشيرتات دي ليجنج ستريتشات انجن وبنطلون بلو ازرق. يا جيبورت انا البس السي دي باسكت احذية. جيسوي ماريا انا اكون ماريا واسمي ماريا، انا عندي 19 سنة، انا البس انروف فستان احمر وجيبه كارو وجيبه كاروهات. اوكلوب في النادي جيبورت انا البس سير فيتمو ترينج اي دي باسكت وحذاء رياضي. معانا انها فيليب جيان عندي 16 سنة، جيبورت انا البس قميص بوا منقط، ان سنتير حزام نوار اسود، ام بنطلون بيج، بنطلون بيج، اي شوزير وحذاء مارون بني. يلا نحل مع بعض. فيليب يفضل ان يلبس قميص منقط. الاولاني جان تلبس دي بنطلون برو. بنطلون برو ناخده الاولاني. ماريا تلبس دي باسكت حذاء رياضي. ناخده الاولاني. فيليب يحب ان يلبس دي باسكت نوار كوتشي اسود ولا ترينج اسود ولا سنتير اسود حزام اسود. اخد حزام اسود.
دي جراند لونيه عنده نظارات كبيرة. ده مين ده اللي كان عنده نظارات كبيرة؟ قال لك جان اللي هي رقم ب. جاك يحب الأبيض الأسود، يحب الأسود، يبقى خدنا رقم س. نقرا القطعة اللي جاي. قطعة خمسة بيقول لك شيء عند انفمي أسرة استقبال أسرة إقامة. مدام فرانس بتقول صباح الخير فوزيت ليا، أنت تكون ليا؟ قالت لها نعم. قالت لها جي سوي بول فينسنت كوند، عن متى فوز الريفي وصلت إلى كندا أو من كندا؟ قالت لها سيت أبريمي دي بعد الظهر. قالت لها صفا تمام فوزيت بيان ستيل. دي تحكي لك تحت عائلة الصدافة اللي احنا قلنا عليها في الأول. طيب فوي قالت لها نعم مدام فينسنت. مي مي مونتير ما شامبر، انا صعدت الى حجرتي تو فابيان كل شيء بخير. فوزالير ستير دوس ومن سوف تبقين اسبوعين سي بيان سا، هذا جيد. قالت لها وي نعم جي في بروندا ساخذ كور حصص انتنسيف، حصص متخصصة في الفرنساوي لمدة 5 أيام برسومين لمدة أسبوع. 5 أيام في الأسبوع، حصص مكثفة. ماسيو فينسنت قال لها مي لكن فو بارلي ديجا تري بيان فرونسي، أنت سابقا بتتكلمي فرنساوي أصلا. قالت له ميرسي شكرا سي تري جنتل، هذا لطيف. جي أي كور بزوان دي بروجري، أنا أحتاج إلى تنمية أو تطوير. طبعا الكلمة اللي كتبها عندك تحت دي ليه. وصلت عند الأسرة بتاعت الاستقبال عائلة الاستضافة في المساء بعد الظهر. مدي في الظهيرة نو متام في الصباح، قالت له متام في الصباح. سي نقط الذي مي مونتري، يوضح لي إلى ليه لا شمبر حجرته مسيو فالنس ولا البنات عيال سيد فالنس ولا مدام فالنس. مدام فالنس هي اللي كانت بتوضح المكان. ليا تكون من جنسية إنجليزية إيطالية كندية؟ قالك من جنسية كندية. ليا سوف تأخذ ديكور حصص فرنساوي طول جور كل أيام في الأسبوع، 5 أيام في الأسبوع، 5 أيام في الأسبوع اللي هي رقم سي. لسجور إقامة ليا سوف تكون في فرنسا دوم وان شهر أسبوعين. أسبوعين. لا فامي الأسرة أطرتي تعامل لي بدي زجربو برفض، أم بلمو بغير أدب، جنت مو بلطف. بغير بلطف. نشوف القطعة اللي جاي، قطعة ستة. بيقول لي لاني سكولير السنة المدرسية عند فرنسوا، لاني سكولير السنة المدرسية تبدأ أم فرنسا في فرنسا عند الفرنسيين. السنة المدرسية تبدأ في فرنسا أم وان في شهر سبتمبر، سي ترميني وتنتهي في شهر مايو. لي بيتيز انفال الاطفال الصغار فون على كل يذهبون للمدرسة الابتدائي من سن 6 سنوات الا ابرين يتعلمون الير قراءة كرير والكتاب اي كومباتير والحساب ثم بريطارد فيما بعد. الانتريه يدخلون الى الكولاج الى الاعدادي ثم اللوسي ثم الثانوي حيث هم يدرسون للونج اللغات الاجنبية زي الانجليزي ألماني إسباني إيطالي روسي، ويدرسون ماتيماتيك الرياضيات والفيزياء والكيمياء والتاريخ والجغرافيا والأدب. الزون نمبرو بروفيسور، عندهم مدرسين عديدين دانتولو ماتيه في كل المواد، دان لبراند فيل في المدن الكبيرة كوم مارسيليا مثل مارسيليا وباريس. ليزيتيديون الطلاب دي انيفرسيتي، طلاب الجامعة يستطيعون سويفر اتباع دي كونفرنس مؤتمرات أدبية وفنية. حلوة، يلا بينا يلا بينا. لا يونيفرسيتي جامعة أو الجامعيين يستطيعون اتباع مؤتمرات أدبية وفنية في مارسيليا فقط، في باريس ومارسيليا فقط، في المدن الكبيرة زي مارسيليا وباريس. رقم دي أم فرنسا في فرنسا. لانيس كولير السنة المدرسية كومونس تبدأ في مايو ولا في أكتوبر ولا في سبتمبر؟ قالك في سبتمبر. أولوسيف في المدرسة ندرس القراءة ولا الحساب ولا الكريتيري الكتابة ولا الرياضيات؟ الرياضيات.
في المدرسة الثانوي. لو بتيه فرنسي الصغار الفرنسيين او الصغير الفرنسي فقال يقول يذهب المدرسة الابتدائي في سن 6 سنوات الاولانية. هذه الوثيقة كم تترك عنوان لماتير سكولير المواد المدرسية عند الفرنسيين، اللغات عند الفرنسيين، نسيرك المراحل الثانوية، المرحلة الثانوية عند في فرنسا، ولا السنة المدرسية عند الفرنسيين، يبقى خدنا رقم دي. لزليب الفرنسيين الطلاب الفرنسيين اوند نوت دانتولو ماتير في كل المواد. عندهم العديد من المدرسين شوف القطعة اللي جاية. إن مير أمك الأم إسومفس والابن برلية تكلمون أبربوز دوبك عن تجهيزات الثانوية واقتراحات الثانوية. نشوف الأم هتقول إيه. بتقول الأم الأمير تيفا تدير أمبو أنت تنفذ تذاكر قليلا. قال لا لكن ماذا أجردوي اليوم إنه الحد يعني أجازة. قالت له نعم بو ديمانش الحد أو الاثنين بورتوا بالنسبة لك سي إيه باريل متشابه تينيريان أنت لا تفعل شيء تيجو أنت تلعب أو جو فيديو ألعاب فيديو صافي سويفت هذا يكفي. قال لها لكن أونيل ويكند نحن في عطلة. ده البنت الابن اللي بيقول. قالت له إذا تي أفو أنت رأيت تي رزلتان نتائجك تي ني بوري جامي أفوار تنبك أنت لن تستطيع أن تحصل على الثانوية. سيتي بصيت توم أجوي لو أنت قضيت وقتك في اللعب. نيتيم كتيبة لا تقلقي جي في تدير سأذاكر غدا سي برومس هذا وعد. قالت له الأمير أم تدوا بينترا فيجب أن تعمل جيدا سي بورتونا فينير نون مستقبلك. الابن لا قال لي ماما يلا يا ماما بنوي ليلة سعيدة اتركيني أنهي ما بارتي مباراتي ذو. الأم طبعا نفخت ومش. وجردوي نحن نكون اليوم نحن نكون يوم الحد الحد عشان ده عطلة. الابن يلعب ألعاب فيديو يعرف يعرف الأولانية. الجملة اللي بعدها سي ديالوك هذا الحوار وانوي وقع انتر بين الوالدين وابنهم الأم وابنها الأم وابنها رقم سي. الابن برومت وعد أمه أن يذاكر سوسوار هذا المساء غدا بعد غدا وبعد غد أبريد من بعد غد غدا بس بغدا خدنا الأخرانية. أم بار نتكلم عن تتكلم دون سي تكست في هذا النص عن الدراسة الجماعية عن مراحل البريبراتوار المرحلة الإعدادية عن المرحلة الابتدائية عن الدراسة في الثانوية عن الدراسة في الثانوية. سي ديالوك هذا الحوار وقع نومتان في الصباح لابريم مدي في المساء مدي في الظهيرة لنوي ليلا هناخدوا كلمة ليلا الأخرانية. شوفوا القطعة التامنة. سواري سارة دو فوتبول كرة قدم نومردي الثلاثاء الساعة 21 نوماتش كومانس المباراة تبدأ. ده الزوج. الزوجة قالت له جي في المير سوف اشغل التلفزيون جمتي لوسون واعلي الصوت. فاتي ريجاردي لو ماتش افيك موا انت سوف تشاهد المباراة معي. قالت له نعم نظلو بصير امبون من نمو نحن سوف نقضي لحظة جميلة افوار روي جوير نوتر ايكيب ريفري لعيب او لعب نوتر ايكيب ريفري فريقنا المفضل. لي جوي اللاعبين سونت يكونوا تري موتيفون يكونوا موتيفون شيقين. جيزبير اتمنى ان الفون جوجنير هم سوف يكسبون. سوبر رائع لير مايو الجزئي بتاعهم الاصفر ايه فورموزابل يكون رائع. الاربيتر سيفليه الحكم صفر لو ديبات دي ماتش بدايه المباراه. قال لي يلا برازيل يلا يا برازيل. لو جردان الحارس نيفا بابيان ليس بخير دي تو اطلاقا. ايطاليا ماركيز سجلت لون بوت هدف سيلو ماتش انها نهاية المباراة كل دماج يا للخسارة. سيلو لوك هذا الحوار وقع الاميزون في المنزل
الماتش الكونفرنسية يبدأ الساعة 9 ولا الساعة 9:30 ولا الساعة 9 مساء؟ الساعة 9 مساء، هي 9 صباحا و9:30، يبقى الساعة 9 مساء. للريزلتات الماتش نتيجة المباراة 1-1، 1-0، 0-2، 0-1 لإيطاليا. يبقى إيطاليا كسبت 1-0. لو مايودي يكب زي الفريق البرازيلي يكون أحمر أبيض أزرق أصفر، يبقى خدنا الأخرانية أصفر. سيلون حسب الزوجة لو جارديان حارس البرازيل يكون في اللياقة، يكون بونيتا حالته جيدة، يكون بلين فورم في كامل اللياقة. كلك شباب بعض ما عدا الأخرانية لا يكون في اللياقة. دبليه حسب الوثيقة أمبارلا نتكلم عن مباراة كرة يد، مباراة سلة، مباراة كرة قدم، يبقى مباراة كرة قدم. نخش نشوفه المواقف عايزة ايه. صفحة 193 بيقول لي فوفو انفورمي، أنت تسأل عن تاريخ ميلاد زميلك، أنت تقول متى أنت اتولدت؟ الجملة اللي بعدها. بوديمان تطلب من زميلك لا بروفيسيون مهنة أبوه، أنت تقول أين يعمل أبوك؟ ماذا يفعل أبوك؟ ماذا يفعل أبوك؟ فوبارلا أنت تتكلم عن ماذا يوجد في فوتر شمر في حجرتك، أنت تقول يوجد دش حمام، جلوب ترست الكرة أرضية، سكوليت هيكل عظمي، دولاب وسرير. دولاب وسرير. لوبير الأب بتاع فوترا مي زميلك ترافاي يعمل أو سوبر مارشي في السوبر ماركت، أنت تقول هو يكون بشير جزار، فوندير باع. فوندير باع. زميلك فوندكي وضح لك ماذا لا يعرف أن يفعل في الريف، هو هيقول أنا لا أعرف أجمع بيض. فوتر بيتي فرير أخوك الصغير فوديموند يطلب منك المترو يسير على ماذا؟ أنت تقول يطير في الهواء، الترماي أسرع، يبحر على الماء، يسير على القضبان، يبقى خدنا رقم ب. فوزيت أنت تكون عند الجزار، أنت تقول له كم فو اون فولي، كم تريد منه؟ فو افيدي كريفيت عندك جمبري، أنا أريد كيلو لحمة من فضلك. الجملة اللي جاية بقول لك فودمان تطلب من زميلك لو ديبليمنت مشروب النعناع انه ماذا؟ هو هيجيب عليك انه مشروب. الاولانية تنفع. فوفون فورمي انت تسأل على خامة ملبس، انت تقول الفستان انه ماذا؟ سي ان روب انه فستان مخطط، من ماذا يكون الفستان؟ السؤال على المادة الخام. فو ديماند أن تطلب من فترة من زميلك كل أوبجي أي شيء نستخدم بورفير لكي نعمل ديلا بوكس ملاكمة، هو يقول أي الأشياء نستخدم بورفير ديلا ناتاسيون سباحة، أي تجهيزات نستخدم لكي نمارس ملاكمة، نستخدم باتان زلاجات، نستخدم جانت جوانتي، بخدنا جانت الأخرني. فونيا ميبا أنت لا تحب الريف، أنت تقول كيلو رور يا للرعب أو يا للفزع. الأولاني. موتريسير أختك تريد شراء دجاج، هي هتقول أنا أذهب إلى قسم منتجات الألبان، الخبز، الزيت، اللحوم. قسم اللحوم. فوفولي أنت تريد شراء صندل، أنت تقول أذهب إلى محل الملابس، إكسسوارات، محل اللعب، محل الأحذية، يبقى خدنا الأخرانية. فوديمان أن تطلب من مار مكان السوبر مارشي السوبر ماركت، أنت تقول أين يكون السوبر ماركت الأقرب من فضلك، أين يكون السوبر ماركت الأقرب. خلاص أنا مش عايز حاجة تانية، دي كفاية. فوبارلا أنت تتكلم عن جدول مواعيدك، أنت تقول أنا أحب الرياضيات ما تنفعش، أكره العلوم لا، عندي 6 حصص يوميا. فوكس بريميا أنت تعبر عن فوتر سويت عن أمنيتك لن تكون صيدلاني، أنت تقول أنا أكون صيدلي، أنا أريد أن أكون صيدلاني، خدنا رقم سي. فوديماند أن تطلب من زميلك أين نذهب لكي نعمل ناتاسيون سباحة، هو هيقول لك إلى البحر. الأولانية تنفع.
ودني أنت تعطي فطر بنيون رأيك على زميلك على البنطلون، أنت تقول البنطلون يكون ملبس، أنا أريد بنطلون إنه أصلي جدا، يبقى خدنا رقم ب. فوبار لأن تتكلم عن فو بروجي مشروعاتك للعطلة، أنت تقول أنا أعشق العطلة، في العطلة إنها الجمعة والسبت أنا أمارس كيمياء، أنا أذهب إلى حديقة الملاهي، بخدنا الأخرانية أذهب إلى حديقة الملاهي. فو دنيا أنت تعطي أن كنسي نصيحة لزميلك لكي لأخوك لكي يعبر الشارع، أنت هتقول له مشي على الرصيف الجانبي ده ما بيعبرش الشارع. مارشي مشي بدون أن تنتبه. مشي على ممر المشاة. السؤال اللي جاي. فوفون فورمي أنت تسأل على عنوان فوترا مي زميلك، أنت تقول أين تسكن؟ فوترا مي زميلك فو دوماند يطلب منك أي رياضة فو تستي تكره، أنت تقول أنا أكره العلوم. ماشي. أي رياضة أنت تكره؟ أنا أحب كرة القدم، أنا لو أحب التسلق دي رياضة، يبقى خدنا التسلق. فو دي كفري أنت تصف فوتر جراند بير جدك، أنت تقول هو اسمه نيكولا. طيب. مون أنكل عمي يكون طبيب، هو عايز الجد. هو يكون شيف إيماسكولي أصلع وذو عضلات. أنت تطلب من زميلك أين يقضي سي فاكانس أجازته، أنت تقول عايز أين في دول؟ قال لك أو اللي هي رقم ب. أنت تعبر عن ميولك المدرسية، أنت تقول أنا أحب الفرنساوي. فوترامي زميلك فو دوماند يطلب منك أين تي براتيك تمارس لسيكليزم ركوب الدراجات، أنت تجيب في البحر ولا في صالة الألعاب ولا في الغابة؟ قال لك في الغابة. فودك ريفي أنت تصف الطقس اليوم، أنت تقول الفيكل توم مع حالة الجو ده سؤال، صيف للمناخ ده طلب، أنا أحب الصيف لا الجو جميل، يبقى خدنا الأخرانية وصف حالة الجو. فو ديماند أن تطلب من فوترا من زميلك دي بريتير أن يعيرك ساتي نو زيو الرياضي، أنت تقول عيرني زيك الرياضي. فوكس بريمي أنت تعبر عن أمنيتك لزميلك الرياضي، عن لزميل الرياضي، أنت هتقول هتكلمه هتقول له أتمنى أن تلعب في أوروبا، ده أتكلم عن نفسي كده، بتكلم عن نفسي أتمنى أن أنا ألعب في أوروبا، أتمنى أن أكون لاعب مشهور برضو عن نفسي، أحلم بأن أحصل على رادون تنزه برضو عن نفسي، أنا أحلم أن أراك لاعب في فريق برشلونة، يبقى خدنا رقم ب. فودمان أن تطلب من ساح ناسيوناليتي جنسيته، هو هيقول أنا أكون فنان، ما جنسيتك؟ صيدلاني فرنسي، يبقى خدنا الأخرانية. فودني أنت تعطي اوبينيون راي على لاشيم شامبر حجرة زميلك، أنت تقول إنها بيان رانجي مرتبة جيدا. الأولانية. فوندكي أنت توضح أنت توضح خط السير إلى مار، أنت تقول فوز لي مي أمنيت، أنت سوف توصلني. قال لي تودر ومشي طوالي. السؤال اللي جاي. فو ديماند أن تطلب من فوتر مير من أمك أين هي تذهب لكي تشتري لحوم، هي هتقول أين تذهب أين يكون الجزار، أنا أذهب إلى محل البقالة، أنا يوجد لانشون، أنا أذهب إلى البشري إلى المجزر أو محل الجزار، يبقى خدنا الأخرانية. فوندكي أنت توضح إلى فوتر مين زميلك فوتر بسون هوايتك، أنت تقول سؤال ما تنفعش لا بنطير الرسم إنه هوايتي. تعال نشوف السؤال اللي جاي. فوتر مي زميلك فو دوماند يطلب منك فوتر اوبينيون رأيك على سانو فيل فيست جاكيته الجديد، انت هتقول له قميصي يكون من الحرير، انها تروب فروا بارد جدا، انها تروب كورت قصير جدا،
انت زميلك فودموند يطلب منك عليا على الجاكيت، هتقول له انه قصير جدا اللي هي رقم سي. فود كريفيان تصف الى فوت رامي زميلك فوت كارتيير حيك، انت تقول الليتو دروا مشي طوالي انه كبير ومودرن حديث. سالي جاي وبار، انت تتكلم عن سبيسياليتي ايطاليان، اكلة ايطالية مشهورة، انت تقول في ايطاليا نعشق المكرونة. فوترا مي زميلك سيم فورمير يسأل على مكان لكل الذي فيه فو بصير تقضي الاجازة، انت تقول انا اكره الغابة، الجبل انه مفزع، الريف انه جميل. فوكونسي انت تنصح فوترا مي زميلك الذي يريد التنقل بالبسكليت بالعجلة، انت هتقول له مشي على ممر العجل. فوبار لان تتكلم عن عناصر الطبيعة التي انت لا التي انت تحبها، تحب انت تقول انا عاشق السي دي اي، مركز الوثائق والمعلومات والقصة المصورة ما تنفعش، البراكين انها امبوسيبل ومستحيل، مش عايزها في حاجة، اعشق المسرح والحديقة، لا انا اعشق الجبال والبحر، خدنا الاخر. فوبار لان تتكلم عن فوتر كولير لونك المفضل، انت تقول ادور ده سؤال ما تنفعش، انا اكون اسمر لا انا افضل الاخضر. شوف السؤال اللي جاي، لو بلونجير الخباز فودمون طلب منك ماذا تريد، انت تقول ثلاثة عيش طويل. فوفولي انت تريد ان تاكل، انت تقول الى امك انا خايف عطشان جوع بردان جوعان، يبقى خدنا الاخرانيه انا جوعان. فوفون فورمي انت تسال على لوديبات بدايه مباراه، انت تقول في اي ساعه تبدا المباراه الاولانيه، زي الفل. انت تطلب من زميلك سونوبونيون رايه على فوتر كوستوم بدلتك، انت تقول ادور على رأي كده بسرعة، يلزمك جوانتيات، مستوى بدلتي الجديدة ما رأيك فيها، يبقى خدنا رقم سي. فوزافين مال انت عندك ألم في الرأس، فوتر مير امك فوديت تقول لك افتح الباب انه ميديكامو دواء، خذ سبرين. باتيون مار فودي موند يطلب منك كومو كيف الذهاب على جار الى المحطة، انت هتقول له المحطة تكون قريبة من هنا، يا طل لا يوجد محطة في هذه المدينة، خذ اول شارع شمال، يبقى خذ اول شارع شمال. فو اكسبتي انت تقبل دعوة زميلك، انت تقول جي في فوار سوف ارى، اسف انا مشغول، انا سوف احضر بكل سرور، يبقى خدنا رقم ب. بيقول لك فوتر كوبين زميلك بيكودي زميل عنده كثير من الاصدقاء، فو دي انت تقول انه اجتماعي، خدنا الاولاني. فوتر كوبين زميلك نيسي ايبا لا يكون بريت جاهز بورا الليل للذهاب معكم الى صالة الالعاب، وانت اللي اتري اورنتر تكون متاخر، انت تقول له نيتين كتيبا لا تقلق، يسويكم تو انا سعيد مسرور منك، دبشيت واسرع، انت هتقول له اسرع طبعا اللي هي رقم ب. وفيت ان كومبراسيون انت تعمل مقارنه انتر بين لا كمبان ريف الى فيلا والمدينه، انت تقول المدينه تكون تريبوريون ضوضاء، عايز مقارنه بين المدينتين، خد الطويله، المدينه تكون اقل هدوء على الريف، خدنا الاخرانيه. فوبار لا تتكلم عن اوقات فراغ منذ اثناء العطلة، انت تقول انا لو احب الموسيقى اتواصل على الانترنت. فوترامي زميلك فودمون فوند كي يوضح لك سيكو ماذا يحتاج لكي فيرد ان املي، يحتاج لعمل بيض او عجة، هو هيقول لك دي زوب بيض الاولاني. فوبار لا تتكلم عن كاركتري شخصية مدرسك، ما انت تقول الشخصية هقول انه لطيف اللي هي رقم سي. فوديمون انت تطلب او فارماسيان من الصيدلي لبري سعر الميديكامو الدواء، انت تقول اسف انا لم يعد عندي هذا الدواء، كم ثمن الدواء.
فوكس بريمي، أنت تشرح إلى زميلك بوركوا لماذا أنت تسافر أون أفيون بالطائرة. أنت تقول كار لأنه خطير جدا، كار لأنني أعشق الماء، كار لأنه موان فيت سرعته أقل، لأنه أكثر راحة يبقى أسافر بالطائرة لأنها أكثر راحة. بور براندر كونج، لكي تودع زملائك أنت هتقول لهم أبيان تول أولانية إلى اللقاء. فوديموند، أنت تطلب من زميلك ليرا فيرا يوم على لاسواريز سهرة بتاعت أمس. أنت تقول السهرة أعتي كانت سوبر رائعة. أنت بتسأل لسه، أنت اللي بتسأل كيف تجد سهرة أمس، يبقى خدنا رقم سي هي اللي صح. فوني أكسبتيبا، أنت لا تقبل إنفيتاسيون دعوة فوترامي زميلك. أنت تقول، أنت هتقول له، أنت مش هتقبل دعوته، هتقول له تعال ترجم الأربعة مع بعض كده. أفيك بليزير بكل سرور، ده قبول. جيفا اطرا لاير، سأكون في الميعاد، برضو ده قبول. ديزولي آسف، ده رفض، يبقى أنت ترفض لا تقبل دعوة زميلك، هتقول له ديزولي آسف. فوبار، لأن تتكلم إلى فوترامي، إلى زميلك عن ديكوراسيون ديكور فوتر شامبر حجرته. أنت تقول دان ما شامبر في حجرتي اللي يوجد ريدو ستائر إي أن تابلو ولوحة. دي الديكور، يبقى ستائر ولوحة، يبقى خدنا أول واحد. فون فيتي، أنت تدعو فوترامي زميلك إلى المزرعة وهي ترفض. أنت تدعو زميلتك إلى المزرعة وهي ترفض، هي هتقول بيان سير بالتأكيد جيفيان أنا جاي، داكور ده موافق، سنه مانيفيك رائع، يبقى خدنا الأخرانية عشان ضرب. آسف أو أسفة، أنا بخاف من الحيوانات. فورسيفي، أنت تستقبل زميلك في المطار. أنت تقول بون ريفي، وصول سعيد. فوزيت أورايون، أنت تقوم في قسم منتجات الليتراتير الألبان. أنت تقول إلى الباع وافي دي كرواسون، انت عندك كرواسون. يا طيل دي سجق، يوجد سجق. افي فو دي فورماج، يوجد جبنه، يبقى خدنا يوجد جبنه اللي هي رقم بي. فو فو فورمي، انت تسال على هاج عن عمر فوتر اونكل عمك. انت تقول له، انت تسال على عمر عمك، انت تقول يبقى ما عمر عمك، يبقى خدنا رقم سي. فوتر امي، زميلك فون ديكي، يوضح لك سيكو ماذا لو سبورتر مشجع يعمل. هو هيقول هو يشجع الفريق الاولاني. فودمان، ان تطلب من زميلك سونو بنيور رايه على فوتر نيفو مستواك، على فوتر نيفو مرتب محمولك الجديد. انت تقول انه جينيال اصلي، كيسك ام من سي، ما رايك؟ يبقى خدنا رقم سي. فونيهيم بال سكربتير، انت لا تحب النحت. انت تقول انا احب النحت، انا اكره النحت، خلاص. فودي كريفي، انت تصف الى زميلك او انت تصف منزلك اليه. انت تقول هو يتكون من 7 حجرات. الاولاني. فوتروف، انت وجدت ان ركت مضرب في النادي. انت تقول انه من هذا؟ دي كل كولير، من اي لون يكون المضرب؟ انه مضرب، من هذا المضرب يكون الى من؟ يبقى خدنا رقم بي. بعتذر والله، انا كنت بصور والكاميرا كانت واقفه، هعيدهم تاني معلش، اسف. بتحصل معايا ساعات ما يبقى فيه مثلا صوت خارجه ولا حاجه، نبدا تاني معلش، نعيدهم تاني، هحلهم بسرعه ما تخافش. اول واحده، ما اسم المدير؟ هاخد كلمه كومو. التانية، قبل ليه استدعي الطبيب؟ استدعيه، يبقى خدنا لو. التالتة، دان ان سومين خلال اسبوع، ما طنط عمتي تذهب او. احنا قلنا او دي بتاعت مذكر، وقلنا ان باريس بتاخد ومصر بتاخد ان وكوبا بتاخد اما البرتغال فدولة مذكر تاخد او. الفو معاها تصريف فعل الله الاولانية، اخره زد. ما يكون التاريخ؟ التاريخ مؤنث، اخد كل التاني. التالت، لوسور لونيل اقلام الفسفوريه تكون جمع مذكر، اخد جيل الاولانيه. كيسك فا، كيسك ده بتساوي الضمير ال في التصريف، يبقى اخد سي. كيسك سي، بس سي ماذا حدث؟ ابورتيم ما يحضر لي الدو بتاعت مذكر، ده ولا الحاجه دول بتاعت مذكر، قال لك دوبلمنت مشروب النعناع هو اللي مذكر.
ليه جاتو؟ جاتو تكون له ديزرت، كلمة ديزرت حلوة، الحلوة مذكر ولا لا؟ قال لك مذكر، اخد ال او سي ني اي باي كرو. انه ليس استبل فعل عتر لا يتأثر بالنفي، واستبل مؤنث اخد ان الاولانية. ليه انكور؟ انه انكور نفيها يعني بلو، وانا مغمض انكور مع بلو. وجوردويل يوم جي فيبيان، انا بخير، طالما بخير يبقى اخد مضارع، ودي الكلمة بتاعت المضارع. و بريفير انت تفضل الجودو او الكاراتيه، خدنا اول اولاني. سيسون دي بار بير دي شوز، فنها ازواج من الاحذية، زوج جمع مؤنث، ادور الواحدة في دول تمشي مع كله. قال لك كلمة مارون الاخرانية تمشي مذكر ومؤنث وجمع ومفرد. تي ترافاي انت تعمل بارفو احيانا، يوم الحد قال له لا انا لا اعمل بارفو انا فيها جامي. فوالا هي دي جروند فاش، دي صفه جامع، كنا خدنا ملحوظه دي او زائد صفه جامع زائد اسم جامع، يبقى خدنا دي او. ني اي او ترافاي لا تزل يكون في العمل، قال له هو يكون في العمى، نفس الجملة مثبتة، يبقى خد سي. ني نقط بعضه كافيه، تشرب كافيه لصوار في المساء، أمر، أمر مع واحدة في دول، دي ما تنفعش، دي مصدر، دي ما تنفعش، خدنا أمر مع التيل أولاني. متى صباحا جون إيه بارتي رحل ضماضي، يبقى بعد غد ولا غدا ولا أمس، أمس صباحا، يبقى خدنا التالت. سيلفو بلي من فضلك اسستي احضر تو احضروا جميعا الى حفلتي، هنا صفة ملكية، طالما قبل صفة ملكية باخد اه على اكسو. الليفو او برازيل تذهب الى البرازيل، قال له بوركوا، لماذا لماذا تذهب الى البرازيل، خدنا الاولى. مي بتيت صغاري جي اشتري لهم، انا اشتري لهم، ادعون منه وادي له وادي اليهم، اشتري اليهم خلاص. الفو مي يجب ان اما بصرف دوت فعل ياخذ حرف متحرك، مفهومش ولا واحده بدا بحرف متحرك غير كلمه ايدي يساعدني، يلزم ان تساعدني. جيب رندن اخذ خمس فواكه يوميا، شهريا، اسبوعيا، سنويا، باخذ كلمه بار، بار جور يوميا، بار سومين اسبوعيا، وهكذا. زميلك انت تتصل به تجور دائما، اخذ لوي اليه او به. لو بلوزن الجاكيت يكون اند لو بومبو، البومبو يكون امبردوي، منتج مذكر، اخذ سكري الاولانيه، ده سكر. سكري دي مؤنث، سكري مسكر ديت صفه، فرق بينهم الاقسام، دي سكر ودي مسكر. مون جراند بير جدي يكون سوبر رائع، انتليجون جد واحد مذكر، ده ولا حاجه في مذكر، قال لك ده ينمك تمشي مذكر ومؤنث، اما دي مؤنث، مؤنث جمع. بو فينير يستطيع ان ياتي عندي، قال له مي برانس والدي سون داكو، موافقين. أنت تستطيع أن تأتي عندي، والدي موافقين. أنا أستطيع أن آتي عندي، بأنت تستطيع أن تأتي عندي، والدي موافقين. نوبتو نحن نسكن الفيوم، القاهرة والفيوم وسينا تأخذ أو. لو فروي الفواكه تكون نقط شير غلة عن الخضروات، دي صفة، يبقى خد بلو الأولاني، أكثر غلة عن الخضروات. النيابة ده نفي، في حالة النفي بحط يا إما دي أو يا دي أبوصرف، قال لك دي أو الأولانية. نقط نوز اللو فواجير، نحن سوف نسافر، طالما سوف يبقى مستقبل، يبقى آخد لأني بصيت السنة الماضية دومان غدا، يبقى خدنا دومان غدا الأخر إيه التالت رقم بي. سيروب او هذا الفستان يكون بلونك ولا نوار ولا اورانج، اورانج بتمشي مع كله، مذكر ومؤنث وجمع ومفرد. هيبقى سي كوشيه، طالما كوشيه خد التبعيه وهي فعل ذو ضمرين يبقى تيجي مع اتر، يبقى الافعال 14 الفعل ذو ضمرين تبع اتر، يبقى خدنا الاخرانيين. فونوزيت بقى ليه انت لا تذهب الى المزرعه،
متى أنت لا تذهب إلى المزرعة؟ لماذا أنت لا تذهب إلى المزرعة؟ في أي ساعة أنت لا تذهب إلى المزرعة؟ يبقى لماذا أنت لا تذهب إلى المزرعة؟ أكسسوارية مفرد مذكر، أخذ من الأولانية. لوفريل فراولة تكون بتي صغيرة، دي صفة، دور على حاجة بتاعت صفة، قال لك بطون أقل صغرا عن التفاح، ممكن أقل. مطنت عمتي تكون واحدة في دول مؤنث، قال لك اللي نهايتها أو جورناليست، تمشي مذكر وتمشي مؤنث، صحفية وصحفي. نظلوه فير، نحن سوف نعمل مشتريات نطر مير إلى أمنا. ألا ما تنفعش وراء صفات ملكية أو إشارة أو نكرة أو أي أدوات. بور لي تنفع لأمنا، خلاص خدناه. إلى دور هو يعشق نوع الدولار فير في النهر. نجير السباحة تنفع. بانيير ناقصها فعل ذو ضميرين سو، والباقي ما ينفعوش. لجوم مو التوامين بتوع جيراني عندهم عيون، اكتب بالعربي الشعر، والعيون جمع مذكر، يبقى اخد كلمة بلو التالتة. الجملة اللي جاية أليكس أو هاندبول في إصالة الألعاب. أليكس أو بتاخد جويه الأولانية، يلعب مع صالة العب. فير كانت بتاخد دو، ودي كانت بتاخد لو، ومارش ما تنفعش. لزنفال أطفال بوافيه يشربون دوليل لبن مذكر، أخد دو. تيفي أنت تعمل، قال دي لا موزيك موسيقى، قال له جي ني في جامي، أنا عايز حاجة من بتوع النفي بتوع جامي، قال لك ريان ده نفي. إنكور مع بلو. كلكام مع برسون. بارفوا مع جميع على طول. شوف السؤال اللي جاي. السي وانا مغمض الفرنسية بتيجي مع ايه؟ يبقى سي على طول، ما تفكرش كتير في دي. بورت البس المعطف مذكر. ده والله على حاجة في دول بتاعت مذكر، قال لك طن التالت. ممبير ابي يفضل سيدي بلاسيت تنقل بالموتوسيكل. يبقى خد عشان بيركب عليه. تيو يعشق البوب كورن الفشار مذكر، اخد اللي هو. جيران انا ارتب ما شمر حجرتي. انا ارتب شيء، انا لما اقعد ارتب ادي نافي، انا ارتب دائما دي الوحيده اللي اثبات. كومون تروف فو كيف تجد انت المزرعه مؤنث، اكتب عليها واختار لك واحده بتاعت مؤنث، قال لك ست الاولانيه. نو في نو دو نحن توا، الفعل الاولاني مصرف يبقى التاني مصدر، ولابد من تحويل السو مع النو، نو المصدر عشان ده فعل ذو ضميرين. فو فولي انت تريد باجوت تعيش طويل، قال له نعم نحن نريد منه عيش طويل. كان قبلها دو، اي كلمه في الفرنسية فيها دو تاخد ان. سامودي السبت أوني اللي ذهبنا إلى المسرح. بس دي مؤنث، دورنيير ده مذكر، يبقى السبت دورنيير الماضي. مون كوزن ابن عمي يحب أن يمارس كي تزلج، أخد دو. بور فير لكي تمارس دو، أخد أنا واحدة في دو. لوت المصارعة مؤنث، الملاكمة مؤنث، جمنستيك الجمباز مؤنث، رافتنج مذكر، يبقى خدنا الاخراني. برونو ان سي دي عنده اسطوانه، افيك سي مع افضل صور، وكلمه صوره مؤنث، ده والله على حاجه في دول جايبه مؤنث، قال لك الاخراني. مالير الاخيره هو بس. ميكو بين زملائي يلعبون او فوتبول كره قدم في الاستاد، الاستاد مذكر، اخد له الاولاني. جي تروف انا اجد الجيبه تريبل، ايه اللي بيجي وراه صفه؟ قال لك يا اما كلمه تري يا اما كلمه تروب، دول الاثنين اللي بيجي وراهم صفه، اخد تري. الفيمو في الجو سيء في يوليو، يوليو شهر من شهور السنه بياخد حرف الجر اون. اكلير في اي ساعه، الساعات بتاخد حرف الجر، قال لك الساعات مؤنث، تاخد كل التالت، تاخد حرف الجر. هي تلبس الزي، الزي مؤنث، اخد انا واحده في دول مؤنث، قال لك صا زيها الرياض.
لابول الدجاجة، لابولية الدجاج أوري بالأرز يكون من مواد بريفير. دور على حاجة في دول مذكر، أدي مؤنث، أدي مؤنث، أدي مؤنث، أدي مذكر طبق المفضل عشان بريفير آخرها هو بس، وهنا من. أيير أمس اللي بتاعت الجامع، دور على حاجة تيجي مع اللي بتاعت الجامع، قال لك أم في عملوا لي كور مشتريات. سيتوريسس هؤلاء السياح يأتون من مدينة لشبونة، المدن بتاخد ضوء. الجملة اللي جاية ايه؟ النقط مال هو عنده ألم في الأقدام، هو عنده ألم يبقى خدنا أفوار مال عشان هي بتيجي مع فيرب أفوار. لاد بتاعت مؤنث تعيش في الاسطبل، دور على حاجة بتاعت مؤنث قال لك جمول فرس الأولاني. الأدور هو يعشق الركبي، الركب مذكر فعل يحب ويعشق ويفضل ويكره، بياخد أداة معرفة يبقى خدنا الأخرانية. فودي يجب أن فولي فير تستيقظ، لابد من تحويل السو مع الفوفو، خدنا اللي هي التالتة. عمك الفي هو يعمل كسك ولا كوا؟ قال لك هو يعمل كوا. ماذا يفعل؟ لو كان ينج ركوب الزوارق كومون فو تروفي كيف تجده، دي مفرد مذكر يبقى خد ال او. اون مانج ناكل او كتير في الوجبه الخفيفه، كثير من في الوجبه الخفيفه ام بو بس، اي حاجه فيها دو كانت عايزه وراها اسم تكمله، انما ديت ام بو تنفع تختم الجمله، وينفع ما يجيش وراها اسم خالص، يجي وراها حرف جر او كده. الجمله اللي جايه عني يعمل في مدينة كان، مدينة كان بتاخد حرف الجر اه الأولاني. بير ني سيدي بلصي لا يتنقل اون تاكسي في تاكسي، ده نفي، ادي اثبات، اثبات نفي نفي، برسون احد لا يتنقل احد ولا لا يتنقل ابدا، خدنا كلمة ابدا. نظلون نحن سوف انكوريجين نشجع الفريق، الفريق مفرد ونوم معاه ثلاث صفات ملكية، نطر نطر نو يبقى خدنا نطر الأولاني. كوفي ليفو ماذا تريدي؟ مشروب نعناع. الفعل الأولاني مصرف يبقى الفعل التاني مصدر، وادي كلمة مشروب نعناع يبقى ناخده كلمة يشرب بوار. إليه الله هو ذهب عند الطبيب قار لأنه هو مريض، دي جملة كاملة، طالما جملة كاملة يبقى اخد كلمة كار بيجي وراها جملة كاملة. آمونا في حسب رأيي لو كاراتيه، الكاراتيه يكون موان دنجروس أكثر خطورة عن لابوكس الملاكمة، يبقى آمونا في حسب رأيي الأولاني. مامير أمي تكون أون أوت في أغسطس، الأم مؤنث دور على حاجة بتاعت مؤنث قال لك نيل أخرانية. صديقة مؤنث بس مبدوء بحرف متحرك تعامل معاملة المفرد المذكر يبقى خد من التانية. بصي ام بون سجور يقضي سهرة جميلة، يبقى بصي هنا معناها يقضي يبقى تبع افوار، لو كان معناها مر كنا خدناها تبع عتر. موين وسيلة مذكر، اخد كل الاولانية. تيني بو با جوير انت لا تستطيع ان تلعب ركبي، قال له انا استطيع ان امارسه يبقى خد سي نفس المعنى. موديل النموذج، النموذج مذكر اخد سي او. التنسيون انتبه، اون كلاس الفصل يبقى امر، حاجه اسمها فير التنسيون انتبه، ادور على الفعل فير في الامر قال لك التاني، دي مع ال ودي مصدر ودي مع ال بتاعت الجمع، والامر يا اما يا اما مع التي يا مع النو يا مع الفو. باردون اسف جيني ايه با، انا ليس، انا ليس جيني ايه بلو، دي جلاس انا لم يقعد عندي يبقى خدنا بلو الوحيده اللي تنفع لم يقعد عندي ايس كريم، ده اثبات وده احد وده اثبات. اليه جرمون انها شرهه، هي تاكل كثير من الجاتو بيكو بيجي وراها يا اما دي او يا دي ابوصرف يبقى خد دي او. لاسومين بصي الاسبوع الماضي مي جرام برانتس جدية ان سويس في سويسرا، الجدين جمع يعني ياخدوا سوم بارتيل اللي هي جمع مذكر التالت. مع كوزن بنت عمي لا تشمن يا من جري تعمل الاعمال المنزلية،
هي لا ترتب شيء، يبقى هي تكره الأعمال المنزلية، هي لا ترتب أبدا حجرتها، يبقى خدنا التانية. الفو معاه نهاية على كلك ينفعه، سكير تزلج. أولا أتر وأفوار لا يأتي بعدهم مصدر، اكتب بالعربي لا يأتي بعدهم مصدر. أنت فينير كانت ناقصها دو، يبقى خد الأخرانية، أنتم تعرفون أن تتزلجوا. تاني ايه بقى صوف، انت لسه عطشان؟ قال له انا عطشان، يبقى خدنا سي التاني. الجو مي اللي ابصرف، يبقى مبدوع بحرف متحرك. انا واحدة منهم مبدوع بحرف متحرك، قال لك الاخرانية. اربطر الحكم يكون تري دايناميك رشيد جدا، حكم مبدوع بحرف متحرك، يبقى خد سي او تي. اللي ما هو يحبون فير دو باتو، فير مع الباتو بتاخد دو الاخرانيه، ممارسه رياضه المركب. الفي مع حاله الجو، الطقس مذكر، يبقى خد كيلتون من اسوان مع حاله الجو في اسوان. ريتشارد لا الريت الى الموقف رقم 5، يبقى ريتشارد ينزل الى الموقف. أنت ذهبت عند الطبيب؟ قال له نعم أنا ذهبت إليه، يبقى خدنا جريج. مون جراند بير جدي لا يستطيع الخروج، هو عنده ألم في القدم، الأقدام جمع، يبقى خد أو. جان تكون اللي ذهبت، أو جان تكون ني إيه باد من أدرس، ليس عندها عنوان، يبقى جان تكون بردوتة إيها، عشان خدنا مؤنث هي ليس عندها عنوان. صانيفو صاب تساوي الضمير ال، ادور على واحده في دول مصرفه مع ال، قال لك دي تبو ملهاش لازمه. ايناسبك او انت لن تقول شيء او هذا لا يناسبك، تنفع. اوجوس تكون اكيد دي واحده، اوجوس تكون سيريوز الاخرانيه، مش عرفك انها واحده، يمكن واحد. هذا مفرد مذكر، مفرد مذكر، مفرد مذكر، ثلاثة ينفع، خد الأخرانية مؤنث. النو، النو بتاخد نهاية أو نس، دور لي على حاجة في دول نهاية أو نس، قال لك الأولانية. لدفوار الواجبات تي دوا، يجب أن تعملها، الواجب مفرد، يبقى خد إيه اللي هو. أنت تحب الفورمولا 1، الفورمولا 1 أدي فعل فير بياخد دولار، عشان الفورمولا 1 مؤنث مع فعل فير. فوز اللي أنت تذهب على فت للحفلة بتاعت نيكولا، قال له اللي ده هنا نهايتها أو، يبقى ناخده فوزت اللي أنت تذهب إلى حفلة نيكولا. سون لوت تاكولير ألوانك المفضلة، أخد كل رقم ب. هنا عشتين نحن نشتري بوسو مشروبات، مشروبات اخذ دي او اس الاولاني. لوبرون مكتب ستروف يوجد لا في نتر النافذه، قال لك تحت النافذه الاخراني. كل بروجي اي مشروع، انت عملت بور لي فاكانس الاجازه، الاجازه جامعة، اخذ دي رقم ب. اون مانج ناكل، اون فامي في اسره، ناكل ده نفي شيء ابدا، لم يعد ناكل احيانا في اسره، يبقى خدنا الاخراني. تتدرب انت، ده فعل ذو ضميرين، يبقى خد تي ابوصرف عشان مع التي. جيفو كلوب انا اذهب الى النادي في سياره، اخد اون الثانيه. أرنوند يكره أن يعمل في تي تي ركوب دراجات مذكر، أخد دو. لزبور اكستريم الرياضة العنيفة، أنا أحب ممارستها، الرياضة جامعة، أخد ال او اس. كيريل يكون خجول، هي لا تتكلم إلى بيرسون أحد، يبقى خدنا اللي هي رقم سي. عاقل الريت الى اي موقف او في اي موقف، فو الفو معاه نهايه او زد، يبقى خدنا الثانيه. هو عنده الم في الاو، او دي بتاعت جمع، اخد دي الوحيده اللي جمع، الباقي مفرد. جي في على الابريين، انا اذهب الى المكتبه لكي نقط كتب. بور بيجي وراه الفعل فين؟ قال لك الفعل في المصدر، يبقى خدنا رقم سي. كوند
فوزيت طلي انت ذهبت، يذهب من افعال ال 14 تاخد اتر ولا فار؟ قال لك تاخد اتر، خدنا رقم ب. لا كوكونيل، الكوكونيل داسوكا تكون ان، ان ايه بالظبط؟ قال لك ان انسكت حشره الاخرانيه. للذهاب اوموزين المتحف برني خذ رو شارع، الشارع مؤنث، ادور على واحده في دول بتاعت مؤنث. قال لك لا بريمير التاني. جي فيان دو مونتين، انا جاي من الجبال، جبال جامع مؤنث، دور على حاجه في دول جامع مؤنث. قال لك روس لنهايه او اس. ليباتان تزلج سي ايه، انه انه ماذا؟ قواه الاولانيه. البراتيك تمارس كرة اليد، كرة اليد مذكر مبدوء بحرف ساكن يبقى اخد ال او. ستدعي يناسبك ان الذهاب الى الحديقة، الحديقة مذكر اخد او. فو ترافاي الاندوري، انت تعمل في لندن؟ قال له نعم انا اعمل فيها، يبقى خدنا جريج. كوت ثمن سي صندل، هذه الصنادل، قال له كومبيان الاولاني. يا طلة يوجد مكرونة سيدي، اخد التاني. نيفابا انت لا تذهب الى حقل العنب، قال له انا اذهب اليه، باخد سي. هل اشترت خمسة نقط دول ايه؟ خمس طرنشات لبن، خمس قطع لبن، خمس لترات لبن، يبقى خدنا خمس لترات لبن. تدوى يجب ان تي ابلي تلبس، يبقى خدنا رقم سي. ممكن من زميلي يكون دي ناسيوناليتي من جنسية بلجيكي الأولانية، الجنسية مهندس. امبلويات توم بجدول المواعيد مذكر، يبقى اخد مون التاني. ميجران برانتس والدي ذهبوا إلى إيرلندا، إيرلندا دولة مؤنث منتهية بو، يبقى اخد أون. فوتر انيفرسير عيد ميلادك مذكر، اخد ما دي جامع ودي مؤنث ودي متى يكون عيد ميلادك، خدنا التالت. وزافي نقط، قال له لا جي فيان دو بوار، انت 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 تشرب او انت عطشان، ادور على كلمه عطشان، قال لك سوف، قال له لسه شارب. لك زمان الامتحان اليوم منذ، ده ماضي حديث، منذ 10 دقائق، ده ماضي حديث تصريف فعل فينير زائد دو زائد المصدر، يبقى خدنا رقم سي. لا بوشيري، البوشريك المجزر يفتح الساعة 8، المجزر بيساوي الضمير ال، اخد سي اوفري فتح. يكون ابسون غائب اليوم، يبقى من الاولاني؟ سي تي شو حار، حرام بتيجي مع فيرب افوار، لو انك حرام خدنا التاني. يوجد كثير من الخضروات في اللودة، هي بيجي وراها مذكر حقل العنب، يبقى خدنا التانية. بوتاجي مذكر، هي ان سي ام يزيد ماضي، يبقى دور على حاجة بتاعت ماضي، قال لك كلمة اير امس الاخرانية، ادي الان مضارع مستقبل مضارع اليوم. توت بتساوي الضمير ال في التصريف، توت بيجي وراها ايه؟ توت المذكر، ليجند جامع، الاسرة مؤنث، لوموند مذكر، يبقى خدنا التالتة. لو ويكند في العطلة نوزل له، نحن نذهب عند الجدين، اخد شيء مع العقل. يكون مدرس الفرنساوي، كيف يكون مدرس الفرنساوي؟ كومون الاولاني. تليفوني اتصل بالدكتور، تليفوني الى الطبيب، اخد لوي وانا مغمض، اتصل به. هم يصلون الساعات، بتاخد حرف الجر مع الساعات. ضام خلال خمس ايام من انكل عمي فابرتير سيرحل ان الى، عايز واحده في دول بتاخد، قال لك دوله مؤنث مليون المية، يبقى فرنس دي بتاخد او، ودي بتاخد ودي بتاخد عشان دول مدن، ودي دوله مذكر. تيني مي اتون دبا، انت لا تسمعني، قال له انا اسمعك، بس بلا.
النو معاها تصريف فعل الير زائد المصدر وفينيت، ده كله ينفع مع النو. دان كلك من خلال بعض الدقائق ده مستقبل، يبقى تصريف الير والمصدر. خدنا الاولاني لو فازين الجيران سون تريفنو عادو شيو، عندهم هم عادو شيو ده مكان باخد جريج. ما يكون التاريخ، التاريخ مؤنث اكتب عليه، ده والله على حاجه بتاعت مؤنث قال لك كل التاني. نوزافو ام بيلفيل، عندنا فيلا جديده انها فيلتنا، يبقى ناخد نطر الاخراني. اكرول استابل مؤنث، ده والله على حاجه دول بتاعت مؤنث قال لك ست التالت. تطلع فمية كل الاسره تاخذ روتي لحمه مشويه مذكر، اكتب عليها لحمة مشوية مذكر. اخد دو اعطيه انفيتيه، انت دعيت اصدقائك؟ قال له نعم انا ارسلت اليهم، عايز اليهم. قال لك تحتها على طول ليه؟ مونفرير اخويا بس قضى وقته. في بجوارة مصدر، دور على واحدة في دول بتاعت مصدر. قال لك زويت تاني. برونو يعرف يعزف على الكمان مذكر، اخد دو عشان فعل يلعب مع الالات الموسيقيه يتحول الى يعزف وياخد دو بمشتقات. سي مي برونتس، لو ان والدي فون يذهبون اوت اسون ترافاي، اذا والدي يذهبون الى العمل، الوالدين بيساوي الضمير ال والعمل مفرد، باخد لير اللي هي التانية. دومان غدا مساء لماتش المباراة سوف سوب الصير تحدث أو تتم أو تقام. قال لك سوب الصير أهو، يبقى سوب الصير معناها يحدث يتم يقام يقع إلى ما لا نهاية. كاميليا وعمل فصلة، يبقى أمر أمر مع مين يا مسيو؟ أمر مع التي، والفعل ده مجموعة أولى بحذف حرف الإس مع الضمير تي ففعال المجموعة الأولى، يبقى اخد اني رمصيه فيهم. قال لك رمصيه اللي مأخرها هو. الليفو فوتر بير، الليفو افيك فوتر بير، تذهب مع والدك. ماذا ولا اين، اين تذهب مع والدك؟ قال لك اللي هي رقم ب. دونيم واعطيني دو نقط سيلفو بلي من فضلك. الدو ده بتاعت مذكر، تعال نجيبها، ادي جمع ادي جمع ادي مؤنث، خد الاولانيه مذكر سمك. جيم بوار، انا احب ان ارى اشرب شوكولاته اولي باللبن، اهو شوكولاته اولي شوكولاته باللبن. جي في بكو، انا اعمل كثير بيجي وراها، يا اما دي او يا دي ابوصرف زائد اسم جمع، عادي الاسم الجمع يبقى خد دي او. ماكيت النماذج جمع مؤنث، دور على واحدة في دول جمع مؤنث قال لك رقم ب. أم علي تكون ديزرت حلوى مصرية، لو بتاعت مذكر خد مالير الأولانية، أفضل حلوى مصرية. سينيبا، هذا لا يكون طاب إطابل إسطبل، وفعل أتر لا يتأثر بالنافي، وإطابل مؤنث يبقى خد إن الأولانية. أبورتيه لازقة فيها على طول، احضر لي بقت أبورتيه إيه؟ مو تأتي بعد الأمر المثبت وتأتي بعد حروف الجر والعطف، دي كل ده مين؟ مو. البرتقال يكون فاكهة، فاكهة مذكر، ده ولا الحاجة دول بتاعت مذكر قال لك روند اللي آخرها دي مستدير. آسف أنا ليس عندي، ده نفي، آخد دي أو. فوديفي يجب ان مي، الفعل الاولاني مصرف يبقى الفعل الثاني مصدر، اخد كوتيه الثاني. جي ام بوار، انا احب ان اشرب عصير، العصير مذكر، اخد دو الاولاني. لوليفر الكتب، رنا سوف ترتبها الهاء، اخد ال واس الاخراني. صام في الفرنسي بتجمع سو، وانا مغمض اتين واخدت. مونيكا نيسيبا لا تعرف لازبرتين المكنسة، احنا كنا خدنا المكنسة بتاخد مع فعل بصير مشي المكنسة. سيروب، هذه الفساتين انها السي ابوستروف، كنا خدنا ملحوظة لها قبل كده، تأتي مع صفة مفرد مذكر، اخد انا واحدة في دول صفة مفرد مذكر، قال لك اللي هي رقم سي. كي وسو
يفضل لي ايه؟ ايه اللي بيجي مع السوف الفرنسي؟ قال لك ايه؟ كيس ايه من هذا؟ فاتي وكلوب تذهب الى النادي؟ قال له اين تذهب الى النادي؟ ماذا؟ من اين؟ متى تذهب الى النادي؟ باخذنا متى الاخرانية. هي تسكن دولا جار المحطة هنا فيه دو. انفيس دو فيها دو، ما فيش اتنين دو يجوا بعض. بريدو قريب من؟ تنفح قريب من المحطة. الصون طلي ذهبوا الى الريت الى الموقف. بروندا اللو بص ياخذ الاتوبيس. يبقى لكي ياخذون الاتوبيس خدنا بور لو انا بيجي ورا الفعل في المصدر. بيقول لك الفا وصون بروح ويذهب الى عمله بالاتوبيس، وسيله مصرات بيركب فيها اخد اون. اجور دويل يوم مون جراند ما جراند مير جدتي بيان بخير. اليوم مضارع يبقى اخد فال اللي هي التانية. الا انكور ما زال عندها حمى، قال له هي لم يعد عندها حمى، يبقى اخد كلمة بلو لم يعد. يبقى انكور مع بلو. الى بورتيهم يحضرون الظهور الى لير، يبقى لير دي بيجي وراها مفرد. برانتس جمع، الأم تنفع، جمع يبقى خدنا الأم. نونوت أشتي دو جاتو، نشتري جاتو. النو وهنا أشت معاها أو، فين التوكيد بتاع النو؟ قال لك التوكيد بتاع النو يا إما نو يا إما أون. أخد أون النبادي عشان هنا فعل مصرف مع ال. ماسيير أختي أبورتي تحضر دي. بسو مشروبات جمع أخد بو، جمع مذكر. تودي تستي عند تقرأ الكاراتيه ولا و الفي تي تي ركوب الدراجات. الزون تجابنيهم ما كسب المباراة براس بفضل بون انترانيير المدرب الجيد. هم معاه ثلاث صفات ملكية لير لير لير، والمدرب جمع مفرد يبقى اخد لير الاخرانية. سينيسون بادي جانت انه ليست جوانتيات. السونت دي جانت انها جوانتيات، يبقى اخد كلمة سي نفس الجملة مثبتة. سيسونت دي شوزيرس انها احذية رياضية، الاحذية جمع مؤنث. اكتب عليها اي حذاء مؤنث اخد مارون بتمشي مع كل. تي مي بار لأنت تكلمني، قال له نعم أنا أكلمك، يبقى خدنا حرف الكاف اللي هو تي. بو ترافايك الكفوة أنت تعمل أحيانا، لو صمودي يوم السبت، قال له لا أنا لا أعمل أبدا كل كفوة مع جامين وأنا مغمض، لو أنا حفظتهم خلاص انتهت. الإيم والليل هي تحب الذهاب إلى هولندا، دولة مؤنث مبدوءة بحرف ساكن، آخد أون. نيو بليبا لا تنسى ان تحضر، انا بقول لك انت لا تنسى ان تحضر كمون البدلة بتاعتك مذكر، يبقى خدنا طن الاولاني. منذ خمس دقائق جون اون كلاس في الفصل، منذ ده ماضي حديث، يبقى تصريف فعل فينير زائد دو زائد المصدر، يبقى خدنا الاخراني. وزليج وير انت سوف تلعب كرة يد، كرة اليد مبدوءة بحرف ساكن، يبقى خد اول اولاني. هي دو سي كوشي دو شير تستحم، هنا فيه دو يبقى تصريف فعل فينير، يبقى خدنا فيان التالت. جادور عشق سيد بول برونش، هذه الكرة البيضاء. اون بو نستطيع شراءها، الكرة مفرد يبقى خد الا بصرف. اصدقاء ماسير اختي 18 سنة. الاصدقاء جمع، اخد اونت عندهم. لوزليف التلاميذ سونت انتلوجان يكونوا ذكيات، يبقى دي تلميذات، التلميذات ذكيات. وطالما صفة مؤنث معكوسة على مؤنث، دور على واحدة في دول مؤنث، قال لك جادات الاخرانية. سي سونت دي جولي، جولي دي صفة جمع، وانا مغمض اخد الملحوظة ان احنا خدناها كتير جدا، دي او زائد صفة جمع زائد اسم جمع. تي فا فيزيتير انت سوف تزور عمك، قال له لا انا فيان فيزيتير، انا توا زرته. هي اولا فيان بيجي وراها دو، والعم مذكر يبقى خد دو لو
الأخراني ما تنضغمش. هذه السيدة تكون تري بو، دي مذكر شيك، تمشي مذكر وتمشي مؤنث. بل مذكر منرو حزينة مذكر، يبقى خدنا كلمة شيك تمشي مذكر ومؤنث. فوتر ميزون منزلك ني ايه بابرو بري ليس نظيف رانجي، رتبوا المنزل مؤنث اخذ لا. كومبيان يا تل دي دان سيزو، في هذه مصر هذه الحيوان، في هذه الحديقة بتاعت الحيوان كم من الحيوانات بيجي معاها اسم جمع. امبريند ناخذ المضارب جمع، قلنا معاها ثلاث صفات ملكية نطر نطر نو، والمضارب جمع يبقى ناخده نو. صديقتها تكون الصديقة مؤنث باخد ايطاليان اللي هي الاولانية. ماما امي ني اوبليبا لا تنسي ان، بيجي وراها الفعل في المصدر يبقى خدنا رقم ب. ريجاردي انظري سي بيل انيمو، هذا الحيوان الجيد يبقى خدنا سي الاولاني. سامودي بروشان السبت القادم مع سير اختي، ده مستقبل تصريف اللير، والمصدر يبقى خدنا الاخراني. ست فيا هذه البنت تكون، ادي البنت مؤنثه، دور لها على حاجه في دول بتاعت مؤنث، قال لك اتونت اكتيف اللي نهايتها في او نشيطه. هي تكون في المنزل، قال له هي لا تكون عندها، يبقى خد نو. الانفير هي تحب ان تمارس تنس، هي تحب ان تمارسه التنس، واخد دو، واي حاجه في الفرنسيه بتاخد دو تاخد اون. جان تكتب إلى صديقتها، الصديقة مؤنث مبدوء بحرف متحرك تاخد صن. توتلو فمي كل الأسرة، مونجي تاكل فواكه، الفواكه جمع اخد دي الأخرانية. ني نقط بادو كافيه ومتان، لا تاخذ قهوة في الصباح أمر، عايز أن واحدة في دول أمر، قال لك الأخرانية الأولانية قصدي. وظلي انت تذهب نقط عند عمتك، قال له عند عمتي يبقى اين تذهب، قال له عند عمتي يبقى خدنا اهو. فاتي شي جرون بربير، انت تذهب عند جدتك، قال له نعم انا سوف اذهب اليها، الجده مكان عند جدتك مكان اخد اجرك. صور مساء من ماركو ايه صورتي، ده ماضي خرج يبقى اخد اير امس. وزول عصفور، عصفور مذكر اخد سي او تي. تو كل الانجليز، الانجليز جمع يبقى اخد ال او اس. سون لو موتون تكون الكباش، قال له في البريج في المرعى يبقى اين. لو عند العطلة جوج ويه أنا ألعب، أو كونسلت جو مجموعة ألعاب أو بلاي ستيشن مؤنث أخد ألا. تي انترسيت أهتم بيه، قال له بالحيوانات أخد ديكوا ولا أنكوا ولا أفيكوا ولا أكوا، في ماذا تهتم، قال له أنا أهتم بالحيوانات اللي في المزرعة، عشان حرف الجر أو مشتق من أ. اخر صفحة معايا النهاردة، مي بتي صغاري انا اشتري اليهم، يبقى خد لير التالت. هي تكون جرو، دي مذكر دايناميك، تمشي مذكر وتمشي مؤنث نشيط. لا يكون للمدرسة جي ار سي، انا نجحت في ايجادها، المدرسة مؤنث أخذ لا. لا فريز الفراولة تكون جرو، ضخامة عن الطماطم أقل الأولاني. باتون أو سنتر كوميرسيال، أنت تذهب إلى مركز تجاري، قال له من ولا ما ولا كي ولا ماذا ولا لماذا تذهب إلى المركز التجاري، خدنا الأخراني.
برنيه خذ البنبون ايدنيه واعطيهم البنبون مباشر الى اصدقائك، باخد ايه اللي هو بس الفاو جيم. ويذهب الى صاله الالعاب 3 مرات اسبوعيا، يوميا، شهريا، سنويا. اخد بار لوشات القطط نيمون جبا لا تاكل دي كروكيه، ده نفسي اخد دي. او ميزامي اصدقائي يلعبون او اودي بتاعت مذكر، دوال لي سله الاخرانيه بتاعت مذكر والباقي مؤنث، وفيهم جمع كمان العاب فيديو. فنيتو تعالوا كلكم الى عيد ميلادي صفه ملكيه، اخد اه. طب لو ما في صفه ملكيه كنا خدنا او او اه الا ابصرف عشان مكتوبه حرف متحرك. سلمى تبقى في الفصل، هي لا تسمع مدرسيها، تسمع المدرس بتاخد لو. هو يلعب جيتار، يعزف على الجيتار مؤنث مع فعل جويه، ياخد دو لا جيتار عشان هو بيتحول معناه من يلعب الى يعزف، وبياخد دو بمشتقاتها مع الالات الموسيقيه. مونبير ابي وانا، اي حاجه فموها في الفرنسيه بتساوي الضمير نو، يبقى اخد مانجو نهيتها او ان اس التالت. امس مساء اللي بتاعت المفرد، اللي بتاعت المفرد. شي سون كوبين عند زميله، امس مساء هو مره عند زميله. يمر من الافعال ال 14 تاخد اتر. اخر جمله النهارده، الريست هي تبقى البارسكو عندها لأن هي تكون مريضة. خدنا شي التالت. الحمد لله رب العالمين، خلصنا كمية كبيرة جدا النهاردة من حل كتاب المعاصر المراجعة النهائية. هيفضل لي بالكتير فيديو أو اتنين، بالكتير احتمال يبقى فيديو واحد ألم فيه شوية القواعد الموجودين في الآخر بملحوظاتهم بجمالهم بحلهم. أشوفكم بخير يا رب إذا كان في العمر بقية. ما تنساش دعمك للقناة. السلام عليكم ورحمة الله.